السلام عليكم أعزائي، شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون تمام، إن شاء الله تكونون قرأتوا الدرس الأول قراية مضبوطة. اليوم إن شاء الله بس نكمل كم مثال تكملة على الدرس الأول، وناخذ موضوع جديد اللي هو موضوع الأسس، اللي هو كلش مهم بصراحة. فهسا رأيتكم تركزون وياي بهاي الأمثلة، أمثلة مهمة تخدمنا هواية بالأفصل إن شاء الله. المثال الأول يقول إذا كانت fx الدالة، هاي نسميها إحنا بالرياضيات دالة، إذا كانت الدالة مالتنا fx هي x تربيع على x تربيع زائد واحد، هاي الدالة مالتنا. طلب من عندي القالة f الواحد على جذر 2، يعني بين قوسين هو دا يطلب من عندي أعوض هاي القيمة داخل الدالة هاي. فأني طبعاً أعزائي، طبعاً العفو، هنا القيمة 1 على جذر 3، فراح أبدي بالتعويض. إذن أبدي أقول F الواحد على جذر 3، F الواحد على جذر 3 يساوي 1 على جذر 3 الكل تربيع على 1 على جذر 3 الكل تربيع زائدا 1، تمام. بعدها أعزائي الواحد على جذر 3 حيصير 1 على 3، وهنا أيضا 1 على 3 زائدا 1، لأن التربيع ويا الجذر ينتقلون. هنا عندي 1 على 3 تنزل، هنا شلون أجمع هذا الكسر ويا العدد الصحيح مثل ما أخذنا درس الأول، 3 في 1 3 زاد 1 4 على 3. زين، هنا أنا عندي كسرين، شلون أقدر أقسمهم؟ مثل ما أخذنا بالدرس الأول، القسمة تقلب إلى ضرب، ونقلب الكسر الثاني 3 على 4. هنا هاي مقام وهاي بسط، يجوز الاختصار إذا كانت بيناتهم عملية ضرب. إذن اللي راح يبقى عندي هو 1 على 4. هذا المثال الأول. المثال الثاني نفس الأسلوب حتى نتأكد من فهمنا ونتأكد أنه إحنا ضابطين الجمع والطرح. بس هسه هنا انطاني دالة وطلب من عندي أعوض له قيمة X اللي هي 1 على 2. فإيش راح يصير عندنا؟ F الواحد على 2، العفو، قيمة X 1 على 2. 2 في 1 على 2 الكل تكعيب، ناقص 3 في 1 على 2 الكل تربيع، ناقص 12 في 1 على 2 زائدا 1، تمام. هاي 2 تنزل، هذا الواحد لما نكعبه 1، والاثنين لما نكعبها 8، ناقص 3 تنزل، الواحد لما نربعه 1، والاثنين لما نربعها 4، تمام. هنا عندي 12 مضروبة بالكسر، يعني المفروض هاي 12 تنضرب بالواحد. ليش؟ لأن مقام 12 1، فأني أختصرها لأن هي أول تالي حتنضرب بالبسط، يبقى من عدها 6 زائدا 1. زين، هسه أعزائي هاي الاثنين المفروض هم مضروبة بالكسر، يعني المفروض هاي الاثنين مضروبة بالبسط، بس أني أختصرها قبل لا توصل البسط، فيبقى عندي 1 على 4. هنا الثلاثة مضروبة بالبسط، راح تصير 3 على 4. هنا عندي عملية طرح حيصيرون سالب 5. بعدها أني عندي هنا كسرين مقاماتهم موحدة، ممكن أوحد مقاماتهم بالبداية، فأوحدهم على 4، 1 ناقص 3 سالب 2 على 4 ناقص 5. بعدها أختصر الاثنين بيها 1 على 2 بيها 2، فيصير عندي سالب 1 على 2 ناقص 5. شلون نقدر نطرح ذولي الكسرين؟ تقول لي ذولي حسب ما أخذنا بالدرس الأول،
ثالث طريقة لتوحيد المقامات. 2 في سالب 5 سالب 10، سالب 10 وسالب 1 موجود بالبسط، سالب 11 على 2. وانتهينا من المثال الثاني. عندنا المثال الثالث والأخير اللي يخص هاي النوعية من الأسئلة. يقول بالدالة اللي منطيني إياها إنه 1 على 2 جذر إكس زائد 1 على 4 الجذر الرابع للإكس تكعيب. طلب من عندي أعوض له داخل هاي الإف ب16. طيب فراح نبدي نعوض، فنيجي نقول إف الستة عشر يساوي 1 على 2 جذر 16 زائد 1 على 4 الجذر الرابع ل16 تكعيب. تمام زين. هسه نجي هاي الاثنين تنزل، 16 تطلع من الجذر التربيعي تطلع 4 زائد 1 ينزل، 4 تنزل، 16 تطلع من الجذر الرابع تطلع 2، بس لا تنسى التكعيب يبقى عليها. تمام سواحد يقول لي زين نكعبها وبعدين نطلعها من تحت الجذر، بصراحة ما أنصحكم لأن راح تصير معقدة داخل الجذر إذا طلعتها بالبداية. تمام زين. هسه نيجي هاي حتصير عندي 1 على 8 وهاي حتصير عندي 2 تكعيب 8، 8 × 4 = 32. وهسه أعزائي نوحد مقامات حسب الطريقة الثانية اللي هي المضاعف المشترك، فنوحد على 32. 32 على 8 = 4، 4 × 1 = 4، 32 على 32 = 1، 1 × 1 = 1. إذن النتيجة 5 على 32. هسه أعزائي إحنا نقدر نقول كملنا كل شيء يخص الجمع والطرح والضرب والقسمة، وهسه حقيقة راح نجي على موضوع جديد مهم جدا جدا جدا، وراح تشوفون فائدته أول ما نبدي بالفصل الأول. شنو هذا الموضوع المهم جدا 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 جدا؟ موضوع الأسس، موضوع الأسس. فراح نجيهن قاعدة قاعدة ونفهمهن وناخذ أمثلة عليهن، والأمثلة طبعا اللي ناخذهن بما نستفاد من عنده بالكتاب مالنا. أول قاعدة أعزائي بالأسس يقول إذا أني عندي شغلتين وهذولي كانوا في حال الضروب ومرفوعين إلى أس واحد، القاعدة تقول إنه الأسس تتوزع على عملية الضروب. الأسس تتوزع على عملية الضرب، يعني الإكس راح نعطيها أسين والواي نعطيها أسين. طيب لا ننسى القاعدة تتطبق بالاتجاهين، يعني في أحيان كثيرة تجيني القاعدة أو يجيني المثال الأسس أصلاً هي متوزعة، متوزعة وأني أضطر لسبب ما أني أني أرجعهن إلى وضعهن السابق، يعني أرجع الأسس إلى ما قبل التوزيع. هاي العملية تسمى توزيع وهاي تسمى تعميم، تعميم الأسس. تمام القاعدة كلش 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 مهمة، ورايدكم تركزون لي على هاي القاعدة وتفهمونها فهم صحيح. نجي هسه أعزائي ناخذ أمثلة عليها. المثال الأول، أنا عندي مثلا 2i الكل تكعيب. زين هنا الاثنين والآي مو بيناتهم ضرب؟ بلي، الأسس توزع على عملية الضرب لو ما توزع؟ توزع نعم على عملية الضرب، يعني الاثنين أوزع لها الثلاثة والآي أيضا أوزع لها الثلاثة. هاي المثال الأول.
المثال الثاني 2 في x ناقص 3 الكل مرفوعات للأس 3. بين الاثنين وبين القوس مو اكو عملية ضرب؟ بل زين الأسس تتوزع على عملية الضرب لو ما تتوزع؟ تتوزع نعم. يعني اقدر اقول 2 تكعيب والقوس كله تكعيب؟ لو ما اقدر تقولي طبعا تقدر، من حقك، هاي قاعدة بالأسس وما حد يقدر يتلاعب بيها. زين المثال الثالث مثلا عندي 2، هسه واحد يقول لي شنو كلها 2؟ لا عادي اي رقم بس ما اعرف شو هي الاثنين جاي تجي وياي. 2 في كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا الكل مرفوعة للأس سالب 3. تمام. هنا ايضا بين الاثنين وبين القوس اكو عملية ضرب. هل الأسس تتوزع على عملية الضرب؟ نعم. اذا راح تصير عندي 2 أس سالب 3 والقوس كله أس سالب 3، يعني راح يصير عندي كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا. تمام. نجي اعزائي ناخذ امثلة عكسية، يعني مثلا اجاني مثال 1 زائد اي أس 10 مضروب في 1 ناقص اي أس 10. هنا مثل ما جاي يشوفون الأسس متوزعة أصلا، يعني هنا 10 وهنا 10، يعني الان متوزع. زين إذا احنا ردنا نرجعهن إلى مرحلة ما قبل التوزيع راح نجي نقول يا بقى الكل أس 10، وهنا حيصير عندي 1 زائد اي بواحد ناقص اي. تمام. المثال رقم 5 احتمال يصادفني ساين تربيع الاكس في كوساين تربيع الاكس. تمام. هنا ايضا الاسس متوزعة لان واضح جدا انه التربيع نازل على الساين وعلى الكوساين، فبالتالي انا اقدر ارجعهن ساين في كوساين الكل تربيع. تمام اعزائي. زين مثال رقم 6 راح يجيني طبعا 1 زائد اي مثلا اس 5 في 1 ناقص اي اس 6. راح تقول لي استاذ ترى الاسس هنا متوزعات، مبين يعني توزعت الاسس على القوس الاول وعلى القوس الثاني، بس اذا طلبت من عندك ترجعهن الى ما قبل التوزيع ما راح تعرف. ليش ما راح تعرف؟ لانه هنا بصراحه الاسس ما متساويه. فعاد احنا ايش راح نسوي اعزائي اذا كانوا مصرين علينا انه نرجعهن؟ راح نجي نشوف الخلل وين. الخلل انه الاسس مختلفات. زين شلون نقدر نعالج الخلل هذا؟ لازم نرجعهن نسويهن متشابهات، فهذا نطلع من عنده فد قوس وننزله هنا. هسه من القوس السادس انا نزلت فد قوس هنا تساون عندي الاسس لو ما تساون؟ تساون. فاجي الكل ارجعها اس 5 وعممت الاسس. طبعا هذا ينزل ما لي شغل به. طبعا هسه يمكن انت تسال زين يمتى استاذ اني اوزع الاسس ويمتى اعمم الاسس؟ راح نقول لك كل شيء بوقته حلو. انت هسه اللي لازم تعرفه انه اول قاعده بالاسس، الاسس يجوز ان نوزعها على عمليه الضرب، والعكس مالها هم صحيح. زين يمتى نسوي؟ كل موضوع يتطلب من عندنا شكل، لذلك فهم القاعدة حاليا فقط، القاعدة ثم القاعدة ثم القاعدة. إذا أعزائي انتهينا من القاعدة الأولى وراح ننتقل للقاعدة الثانية. القاعدة الثانية تقول إذا كانت عندي شغلتين في حالة قسمة مو في حالة ضرب هالمرة واثنينهم مرفوعات إلى نفس الأس. القاعدة تقول إنه يجوز توزيع الأسس على عملية القسمة، يعني راح تصير عندي X أس N وY أس N. والعكس العكس ايضا صحيح، يعني اني
إذا إجاني أو إجتني الأسس أصلاً هي متوزعة، فمن حقي أرجعها إلى مرحلة ما قبل التوزيع. يعني من حقي أرجعها X على Y الكل أسين. هاي نسميها توزيع، وهاي نسميها تعميم. تمام؟ زين. فأيضاً القاعدة الثانية من القواعد المهمة كلش. تمام؟ راح أخذ أمثلة على القاعدة الثانية، لكن راح أخذ الأمثلة كلهن بالعكس. يعني أنا مثلاً إجاني Y تربيع على X تربيع، هنا الأسس متوزعة لو لا؟ نعم متوزعة. زين، أقدر أرجعهن إلى مرحلة ما قبل التوزيع لو لا؟ نعم أقدر. يعني شو راح تصير عندي؟ Y على X الكل تربيع. المثال الثاني، مثلاً إجاني 1 زائد I أسمية، وهاي الأمثلة كلها حتجيني، على 1 ناقص I أسمية. نفس القضية، الأسس هنا في حال التوزيع يعني متوزعة. إذا أقدر أني أرجعها؟ نعم نقدر، حسب القاعدة اللي ذكرناها اللي هي التعميم. يجوز تعميم الأسس على عملية القسمة. المثال الثالث، X تكعيب على X ناقص 1 أس 5. هنا ايش راح نسوي؟ تقول لي والله هنا الأسس أنت موزعهن، بس اعذرني حاليا ما أقدر أعمم لك ياهن، والسبب أنت تعرفه. طبعا أنا أعرفه للسبب، ليش؟ لأنه الأسس هنا مختلفة. فايش راح نسوي؟ راح نجي على المقام، نحاول نخلي الأسس مالت المقام تشبه الأسس مالت البسط، فنطلع من القوس الخامس نطلع قوس تربيعي بهالشكل هذا. بعدها احنا هسه نقدر نعمم الأسس، يعني نقدر ذولي جماعة التكعيب نقول X على X ناقص 1 الكل تكعيب. تمام؟ وبالنسبة للبقية اللي بقوا اللي هم X ناقص 1 الكل تربيع، وهنا عندي 1. تمام أعزائي؟ إذا هاي القاعدة الثانية، من حقي أوزع الأسس على عملية، على عملية منو؟ على عملية القسمة، ويجوز أيضا التوزيع. زين، القاعدة الثالثة، برأيكم هل يجوز توزيع الأسس على عملية الجمع؟ يعني شو تقولون؟ يصير أقول X أس N زائد Y أس N لو ما يصير؟ تقول لي طبعا لا يجوز، لا يجوز توزيع الأسس على عملية الجمع. زين، هل يجوز توزيع الأسس على عملية الطرح؟ قطعا لا يجوز. إذن هنا أيضا ما يصير أوزع الأسس على عملية الطرح. إذن لا يجوز، لا يجوز توزيع الأسس ولا تعميم، تعميم الأسس على الجمع والطرح. إذن هسه أعزائي أنتوا تعلمتوا 3 قواعد، يجوز توزيع الأسس على عملية الضرب وتعميمها، ويجوز توزيع الأسس على عملية القسمة وتعميمها، ولا يجوز توزيع الأسس على عملية الجمع والطرح. إذا صارت عندنا 3 قواعد، وننتقل للقاعدة رقم 4. القاعدة رقم 4 أعزائي قاعدة كلش مهمة، كلش مهمة، وراح تشوفها أول درس في الفصل الأول. راح تكون هاي القاعدة كل الشغل عليها. القاعدة تقول إنه X أس N الكل أس M، يعني بين قوسين إذا كانت الأسس في حالة رفع، إذا كانت الأسس في حالة رفع فعند الرفع تضرب الأسس، يعني راح يصير عندي N في M. إذن عند الرفع شي يصير؟ تضرب الأسس. والعكس مال القاعدة صحيح، يعني إذا لقيت الأسس مضروبة أصلا فمن حقي أرجع الأسس إلى مرحلة الرفع، يعني أرجعها X أس N
الكل اسم. تمام، إذن القاعدة نشتغلها بالاتجاهين. خلونا نبدي بالأمثلة. المثال الأول، تخيل إجاك إكس تربيع الكل تكعيب، تقول لي والله أنا عندي قاعدة تقول عند الرفع تضرب الأسس، يعني هسه ذولي ينضربون راح يصيرون عندي إكس الستة. إذن عند الرفع تضرب الأسس 2 في 3 6. المثال الثاني، عندي إكس ناقص 1 الكل تربيع الكل مرفوعة للأس 1 على 3، عند الرفع شو يصير؟ تضرب الأسس. زين شلون أقدر أضرب الأسس؟ تقول لي حسب ما أخذنا البارحة أو بالدرس الفات بعملية الضرب، شلون نقدر نضرب عدد صحيح في كسر؟ أكيد راح نضربه بالبسط مثل ما اتفقنا وياكم. تمام؟ أهم شيء قلنا لكم تربطون بين الأشياء اللي تدرسونها. طيب المثال الثالث، x زائد 1 أس نص الكل أس 1 على 4، عند الرفع شي يصير؟ تضرب الأسس. زين نضربهن للأسس، شلون تضربهن؟ تقول لي بسط في بسط ومقام في مقام، يعني راح يصير 1 على اليمن على 8. إذن القاعدة واضحة ومبينة، عند الرفع تضرب الأسس. طيب أعزائي نجي على أمثلة أخرى. مثلا جيت خلي نقول ولقيت الأسس مضروبة أصلا، يعني مثلا إجاك آي أسمية، يا بش سواك أنت أسمية؟ قال مو والله ضربنا الأسس، كانوا في حالة رفع وضربناهم. طيب شلون نقدر نرجعهم عكس؟ عادي، المية هاي عندي أكثر من خيار لها، أقدر أقول آي تربيع أس 50. ليش سويت؟ لأن عند الرفع تضرب الأسس. زين، أو مثلا أقدر أقول آي أس 4 الكل أس 25. ليش سويت؟ لأن عند الرفع تضرب الأسس، عند الرفع تضرب الأسس. تمام؟ فشوف عندي أكثر من خيار. طبعا بعدين أعزائي لما نأخذ الفصل الأول راح أوضح لكم ياهي نستخدمها. بصراحة أنا أميل الهاي أكثر شيء، وهاي طبعا هم يصير وغيرها هم يصير، لكن أنا ليش كتبت لك هذولي؟ لأن بعدين بالفصل الأول الآي تربيع هاي حتكون لها قيمة فممكن أشيلها وأخلي قيمتها، أو الآي أس 4 هم حتكون لها قيمة فممكن أشيلها وأخلي قيمتها. هسه أنت هنا تعلم فقط شلون نقدر نكتب الأسس في حالة رفع. تمام؟ المثال رقم 5، مثلا إجاك آي أس 50، شلون أقدر أكتب الأسس في حالة رفع؟ تقول لي يابا هذا 2 في 25. تمام؟ مثلا إجاك آي أس 150، شلون نقدر نكتب الأسس في حالة رفع؟ تقول يابا هذا 2 في 75. لا تنسى القاعدة، عند الرفع تضرب الأسس والعكس صحيح. زين، مثال آخر، إجاك مثلا 1 زائد آي أس 10، شلون نقدر نكتب الأسس في حالة رفع؟ تقول 1 زائد آي تربيع الكل أس 5. تمام؟ زين، مثال مثلا آخر، إجاني آي أس 11، شلون أقدر أكتب الأسس في حالة رفع؟ تقول هنا ما أقدر، هذا 11. إذا حسينا أنه الأس ما نقدر نكتبه في حالة رفع نطلع واحد من عنده، يعني هذا الـ 11 ننزل فد آي بصفحة، بعدين الـ آي أس 10 ممكن أحولها إلى حالة الرفع، هتصير عندي أس 5 في آي. أو مثلا هاي طبعا قاعدة بالأسس، إحنا بعدنا ما بادين بالفصل الأول، بس أنا جاي أنطي أمثلة يعني بما يواكب الفصل الأول وغير أفصل. مثلا إجاك 1 زائد آي أس 11 أو مو أس 11، أس 15، شلون نقدر نكتب الأسس في حالة رفع؟ يجوز هسه واحد من عندكم يقول إيه عادي اكتبها 3 في 5، صح، بس قلت لك إحنا نستخدم التربيع أكثر شيء، لذلك لما نحس ما نقدر نكتبها 2 في هالقد نجي ننزل واحد من عندهم، فهذا 15 قوس، نزلت فت قوس بصفحة فصار عندي 14، الـ 14 أقدر أكتبه في حالة رفع لو ما أقدر؟ أقدر، فراح تصير عندي 2 في 7. وهاي واحد زائد آي. إذن القاعدة رقم 4 انتهت أعزائي، وأتمنى تكون واضحة، اللي هي عند الرفع تضرب الأسس، عند الرفع تضرب الأسس. القاعدة رقم 5،
ما تقل أهمية عنها، وأيضا من القواعد المهمة والمتكررة واللي أي طالب المفروض يعرفها. إيه شو تقول؟ تقول يابا إذا عندي X أس M في X أس M عند الضرب، عند الضرب تجمع الأسس، يعني راح تصير عندي X أس M زائدا M. إذن القاعدة تقول عند الضرب تجمع الأسس، عند الضرب تجمع الأسس إذا كانت الأساسات متشابهة. زين والعكس مالها؟ أكيد العكس مالها صحيح، N زائد M. شو أقدر أسوي لهم؟ إذا لقيت الأسس في حالة جمع أقدر أرجعهم إلى وضعهم السابق في حالة ضروب. إذن هاي هي القاعدة رقم 5، وهي من القواعد المهمة كلش. لا تنسى عند الضرب تجمع الأسس إذا كانت الأساسات متشابهة، مو الأساسات مختلفة وأنت تجمع الأسس، ما يجوز هالحكي هذا. طيب نيجي ناخذ مجموعة أمثلة. أنا هسه لما أجي أسأل أي طالب أقول له X في X، هو راح يجاوبني ويقول لي قبل X تربيع. زين شلون صارت X تربيع؟ أكو بيهم يعرفون وأكو بيهم لا. راح يقول لك يابا جمعنا الأسس مالتهن لأن الأساسات متشابهة. زين إذا قلت له X ناقص واحد في X ناقص واحد تربيع، مفروض هو هم يقول لي X ناقص واحد تكعيب. يابا ليش؟ مستاد الأساسات متشابهة وعند الضرب تجمع الأسس. تمام؟ زين المثال الثاني، المثال الثالث مثلا جيت قلت له X زائد واحد تربيع في X زائد واحد أس واحد على اثنين، مفروض هو ما يخربط ويبقى على مبدأه عند الضرب تجمع الأسس. شون نقدر نجمع العدد الصحيح هذا ويا الكسر؟ تقول لي ارجع الموضوع الجمع اللي أخذناه بالدرس اللي فات ووضحنا لكم شون تجمعون عدد صحيح ويا كسر. 2 في 2 4 زائد 1 5 على 2. ركز واربط، بالدرس اللي فات وضحنا لكم شون نجمع العدد الصحيح ويا الكسر، ثالث طريقة من طرق توحيد المقامات، لذلك ارجع لي عليها. زين فهنا موجودات أساسات في حال الضرب متشابهة، فعند الضرب تجمع الأسس. المثال رقم 4، عندك مثلا X ناقص 1 في X ناقص 1 أس سالب نص، أيضا عند الضرب تجمع الأسس. زين شلون نجمع الأسس؟ تقول لي يابا هذا الأس واحد وهنا سالب نص، نفس القاعدة نستخدمها، ثالث قاعدة بتوحيد المقامات، 2 في 1 2، 2 ناقص 1 واحد على 2. المثال رقم 5. زين مثلا خلي نيجي ناخذ أمثلة بالعكس، يعني جانا خلي نقول I أس 4 N زائد 3. هنا أعزائي الأسس في حالة جمع، يعني هنا نقدر نقول هاي الأسس مجموعة، نقدر نرجعهن لأصلهن؟ نقدر طبعا، فنجزئهن ونرجعهن لحالة الضرب I أس 4 N في I تكعيب. تمام. المثال رقم 6، E أس X زائد Y، نفس القضية أرجعهن لوضعهن السابق E أس X في E أس Y. تمام. المثال رقم 7، E أس 2 X ناقصا Y، نرجعهن إلى وضعهن السابق E أس 2 X في E أس سالب Y. فلازم تفهم القاعدة صحيح حتى تستفاد من عدها ويصير سهل عليك الرياضيات. القاعدة رقم 6 أعزائي هي تقول أي شيء الصفر قيمته 1. تمام؟ أي شيء الصفر قيمته شنو؟ قيمته 1. طيب زين أنا هنا مثلا إذا جتك I الصفر تقول يابا 1، زين E الصفر تقول لي 1، زين قوس قوس مرفوع الصفر تقول لي 1. فهنا ماكو داعي نوضحها لأن هي واضحة هاي القاعدة أصلاً. تمام؟ إذن أي شيء الصفر قيمته 1. طبعاً أكو فيديو باليوتيوب قديم أتذكر نزلته
ليش أي شيء الصفر قيمته واحد؟ فوضحت لكم ليش. هسه حاليا مطالبين أنتم بالقاعدة فقط، وإذا حبيتوا تعرفون ليش أي شيء الصفر قيمته واحد، الفيديو موجود وممكن أنزل لكم إياه إن شاء الله. زين، القاعدة رقم 7 ما قبل الأخير تقول، القاعدة رقم 7 تقول إنه الأسس السالبة إذا حبينا نحولها لأسس موجبة شلون أتعامل وياها؟ شلون نتعامل ويا الأسس السالبة ونحولها إلى أسس موجبة؟ نجي بكل بساطة ننزلها بالمقام، المقدار كامل، فيتحول الأسس من سالب إلى موجب. هنا شبقى يبقى معامل الإكس، معامل الإكس حاليا شقد؟ 1. زين، والعكس مالهم صحيح، يجوز أنت بالعكس في موضوع معين تضطر ترفع المقام للبسط، ذاك الوقت أنت لازم تخلي ببالك إنه الأس ترى تتغير إشارته وتتحول من موجب إلى سالب. القاعدة رقم 7 أيضا من القواعد المهمة، كل القواعد اللي ذكرناها مهمة، كلهن راح تستخدمها، كلهن راح يجنك، تمام؟ زين، أمثلة على القاعدة رقم 7، مثلا المثال الأول عندك الآي السالب، الآي السالب 16. هنا طبعا أنا عندي الأس سالب، فشون أقدر أحوله إلى أس موجب؟ أنزله وين؟ أنزله بالمقام. هنا أخلي 1 اللي هو معامل الآي. زين، عندي مثلا الواحد ناقص أو زائد إكس الكل أس سالب 3، تقول لي عادي القوس كامل أنزله جوه، 1 زائد إكس الكل أس 3، هنا طبعا 1 يبقى. زين، عندي مثلا 2 إكس أس سالب 5، واللي عادي تنزل الاكس اس سالب 5 فقط بالمقام تصير موجب، تبقى هالمره الاثنين فوق. زين، عندك مثلا خلينا نقول قوس اس سالب 5 على 4، واللي عادي ما يهمني كسر الاس، عادي انزل للمقام يتحول الاس الى موجب. فانت افهم القاعده اخي، افهم القاعده حتى تقدر تجاوب على كل الاسئله، هي مجرد هاي امثله، اهم شيء عندنا القاعده. الامثله الاخرى العكسيه خلينا نقول مرات بالعكس، يجيني خلينا نقول أصلاً هو كسر 1 على X تكعيب، أنا أضطر أرفعه وين؟ للبسط، فيصير X السالب 3. أو مثلاً يجيني خلينا نقول 1 على كوساين X الكل تكعيب، ما عندي مشكلة، أنا لما أصعده فوق راح يصير كوساين X السالب 3. أو مثلاً يجاني خلينا نقول 2 على E أس X، ما عندي اي مشكلة، اصعد الـ e اس اكس فوق صير e اس سالب اكس، تمام؟ او مثلا يجاني خلينا نقول 1 على اكس ناقص 1 اس نص، عادي ما عندي مشكلة، اذا اضطريت اصعد المقام للبسط يصير سالب نص. فهاي القاعدة رقم 7 تحكي لك على الاسس السالبة وشلون ممكن تحولهن الى اسس موجبة. وهسه اعزائي ننتقل الى القاعدة الأخيرة اللي هي تقول القاعدة الثامنة تحكي لك على الجذر، تحكي لك على الجذر. الجذور أعزائي بالإنجليزي هي عبارة عن روت، فإذا تلاحظ بداية كلمة جذر حرف R، فحرف R هذا هو رمز الجذر مالنا. الجذر هذا إذا ما مكتوب عليه أي شيء يعتبر جذر تربيعي، وإذا مكتوب عليه شيء حسب الشيء المكتوب هنا. حالياً إحنا راح نعتبره N، يعني ما نعرفه شنو، حسب نوع الجذر. الأسس معروف تبدي من الواحد، 2، نص، كيفك يعني، الأسس موجودة تنكتب عادة. فهنا طبعاً أنا ما راح أحكي على أس معين، أحكي عليه بشكل عام. لذلك القاعدة تقول لما تريدون تحولون الصيغة الجذرية إلى صيغة أسية، نقسم الأس اللي هو M على دليل الجذر، على نوع الجذر. طبعا أكو بيم يقول لك الداخل على الخارج، إحنا نحب تكون قراءتك علمية، الأس هو راح يكون فوق، نوع الجذر هو حيكون جوه، يعني هذا الأس هو أكيد حيكون فوق، تمام؟ العكس صحيح، يجوز تجيني أصلا أسس كسرية، ف
فلما تجيني أسس كسرية لازم تعرف إنه الأسس الكسرية أصلها شنو؟ أصلها جذور، فترجعها أنت لأصلها جذر الإن والأس مالك إن. تمام؟ طيب هنا أعزائي الإن تمثل دليل الجذر، يعني شنو دليل الجذر؟ يعني نوع الجذر، نوع الجذر. أتمنى تكون واضحة القاعدة. هسه نجي على الأمثلة. فرضا أني جاني جذر التكعيبي للإكس أس خمسة، عادي أحولها إلى صيغة أسية الأس خمسة نوع الجذر ثلاثة، خمسة على ثلاثة. فرضا جاني الجذر التربيعي 2 ناقص إكس الكل تكعيب، ما عندي أي مشكلة الأس ثلاثة نوع الجذر 2. طبعا هاي كلش حتتكرر عندك، وخاصة بالثالث والرابع وحتى بالأول هم تجيك. ركز واقرأ بذكاء. 3 مثلا إجاني جذرين، جذر تربيعي وجذر رابع. تقول لي ما عندي مشكلة أستاذ، جذر التربيعي الأس ماله 1 على 2، جذر الرابع الأس ماله 1 على 4. تمام. مثلا إجاني بالعكس أو قبل العكس، خلينا نقول جذر التربيعي أو التكعيبي x زائد 1 أس 4، ما عندي أي مشكلة، راح يكون 4 على 3. فهمنا الفكرة بعد. وإذا أجتنا بالعكس فأيضا نقدر نجاوبها، يعني مثلا إجاني خلينا نقول x ناقص 1 أس 5 على 3، أقدر أرجعها إلى أصلها، أصلها الجذر التكعيبي القوس أس 5. تمام. أو مثلا إجاني X زائد 2 الكل 6 على 7، عادي جدا أرجعها الجذر السابع X زائد 2 أس 6. تمام. أو مثلا إجاني X أس 1 على 4 X أس 1 على 3، أرجعهم اثنينهم، الأول هو الجذر الرابع للإكس والثاني هو الجذر التكعيبي للإكس. وبهالشكل هذا أعزائي ننهي موضوع الأسس، وهسه إحنا كملنا خانتين من الأساسيات. إحنا عندنا 5 خانات، هسه خلصت عندنا الجمع والطرح والضرب والقسمة، وخلصت عندنا منه الأسس، وإن شاء الله الجايات هم التحليل والمعادلات والدوال المثلثية وتنتهي الأساسيات. أهم شيء ما يصير عندك ملل من عندهم أبد، أهم شيء ما تروح تقرأ وحدك، أهم شيء تبقى وياي وتلتزم وتقرأهن أكثر من مرة، حتى إذا عندك وقت تقول لي مخلصتهن أقول لك ارجع النوب راجعهن، لا يصير عندك ملل نهائي. تمام. إن شاء الله نلتقيكم بالدرس الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.